طيب المسألة الثالثة هنحلها الأول، وهنرجع تاني لمسألة اتنين نبقى نشوف عاوزة إيه، بس المسألة الثالثة أبسط يعني، فسهل إن إحنا إيه نخلصها ونبدأ بيها. مسألة ثالثة بيقول لي بقى: The following figure shows the pressure cylinder of inside diameter A بتساوي 120. The maximum allowable pressure inside the cylinder is 6 MPa. The flanges width are D equals 15 and E equals 25. The cylinder cover is held by 10 through bolt of M 14 في 1.5 سايز. ماشي؟ فانت لو قلبت الصفحة هتلاقي الفيجر مديك كفر بالمنظر ده، مربوط فيه اسطوانة يعني بالمنظر ده، والكلام ده تم عن طريق استخدام 10 مسامير، وطبعا 10 مسامير مالهم عالدايج. ماشي؟ ومديك القطر الداخلي بتاع الاسطوانه اللي هو رمز له A ب 120، والتخانات بتاعت الفلانجات الكفر هي D وال او سوري التخانات بتاعت الجويد الكفر هي D والفلانج هي الـ E. الدي كان قايل لك ب 15 والاي ب 25 وكل ده بالملي متر، وقايل لك هنا على الداير استخدمت كام مسمار؟ 10 مسامير 10 ام 14 في 1.5 ام نوع الاوز متريك اوتر دايمتر 14 والبيتش 1.5 ملي، كام مسمار؟ 10 عمدير. ربطت الكفر بالايه؟ بالفلانج. بالمنظر. لكن ده السنتر لاين بتاعها يعني. خلاص؟ طيب والمفترض البريشر الداخلي اللي جوه الاسطوانه المفروض ده يتعدى يعني الماكسيمم فاليو بتاعته 6 ميجا باسكال، يبقى البريشر ماكسيمم بريشر يساوي 6 ميجا باسكال. ماشي كده؟ طيب تعالى نشوف بقى ايه الجيفنز الاضافيه وايه المفروض. اول حاجه بيقول لك كاتريندا بولت ستيفنز، ومديك رسمه جنب الرسمه الاصليه بتاعت الاسطوانه والكلام ده اللي هي رسمه المسمار المستخدم اللي انت عارفها اللي هو ثرو بولت العادي خالص. تعالى نرسمه هنا سريعا. راس المسمار جسم المسمار وردة صامولة تكمل الجسم المسمار اهو، ودي نهايته جزء متقلص بالمنظر ده وجزء مش مطلع. طيب وده طبعا رابط مين؟ رابط الكفر اللي هو الجزء الاولاني اهو اللي هو 15 مللي اللي فوق، ورابط الايه؟ الفلانش اللي هي 25 مللي. ما تنساش طبعا لازم المسمار يكون داخل في ايه؟ في الاوضه اوسع منه، يعني اشوف خط تاني يمثل لي الهول بتاعت الايه؟ الكفر والفلانج بالمنظر ده، يبقى ادي الكفر
ودي الفلانج. ماشي؟ الابعاد بتاعتي بالنسبه لي دلوقتي ادي ال 15 وال 25، ومديك على الرسمه دي ابعاد ثانيه اضافيه، بيقول لك ان من بدايه القلاوظ لنهايه المسمار، لنهايه القلاوظ اهو كده الحته دي 30، ومن السطح بتاع الفلانجه من تحت لنهايه القلاوظ الجزء ده 20. ومديك تحت الرسمه دي بيقول لك ان الوشر ثيكنس او تي، الوشر تي او ثيكنس تساوي 3 ملي متر، وكل الابعاد بالايه؟ بالملي متر، وده اللي هو مين؟ الام 14 في 1.5. تمام كده؟ احسب لي بقى يا باشا البولت ستيفنس سريعا. يبقى ده المطلوب الاول. طيب دلوقتي انت عارف طبعا النوع المسمار اللي هو الثرو بولت، يعني نافت خلاص ومربوط ماسك الجويت من ناحيه بالراس ومن الناحيه الثانيه بالصاموله. يبقى مكونات الجويت بالنسبه لي الجزئين دول اللي هو جزء الكفر وجزء الفلانجه، وبالاضافه الى ايه؟ البليتا، سوري بالاضافه الى الورده. فالمنطقه اللي المسمار ضاغطها تبقى ما بين الراس وما بين الصاموله اللي هي الثلاث اجزاء اللي احنا قلنا عليهم، وبالتالي المنطقه المشدوده في المسمار واللي تهمني وانا بحسب البولت ستيفنس هي نفس المنطقه ايه اللي ما بين الراس لحد الايه الصامول. يعني من الاخر الحته دي اللي هي الجزء اللي مش متقلوز والجزء اللي تحت او اللي فوق الصامولة كجزء متقلوز. ماشي؟ يبقى يعتبر البولت ستيفنس بتاعي يكون جزئين، جزء اهو مش متقلوز وجزء تاني اصغر شويه كقطر متقلوز. ماشي؟ الجزء اللي مش متقلص هيبقى على استقامه ال 14 على استقامه الدي اوتر بتاعه المسمار اللي هي هتبقى القطر بتاعها في 14. الطول هندور عليه دلوقتي، وده هو قطر مين؟ الداخلي بتاع القلاوظ. ماشي؟ اللي هو لو ام 14 في 1.5 اقلب اخر صفحه خالص في جدول كده تحت عنوان يوزفول داتا هتلاقي ان ال 14 في 1.5 الكور اريا او الاريا كور بتاعته 125 ملم. يبقى هنا الـ A كور بكام؟ 125 ملم سكوير. والطول برضه هن ايه؟ هندور عليه. تمام؟ طيب. ماشي. تعالى بقى دلوقتي نحاول نحسب او نستنتج الفاليو بتاع الجزء او الطول بتاع الجزء اللي مش متقلص. والجزء المتقلص. ماشي؟ فتعالى نبص كده دلوقتي البليتين، البليتين ككل ده الطول الكلي بتاع ايه؟ بالاضافه طبعا البليتين بالاضافه الى 3 مللي بتوع الورده، ده الطول الكلي بتاع الليله دي، صح؟ اللي هي كان بالنسبه لي 15 و25، وده الطول كله بتاع المنطقه دي، يعني دي من الراس لحد الصاموله 15 و25 و3 يعني ايه؟ 43، صح كده؟ تمام. جزء مش متقلص قيمته قد ايه؟ هتلاقي ان هو المنطقه اللي احنا قلناها دي، صح؟ بالإضافة إلى الطول كله وهتطرح منه 30. ماشي. أو ببساطة هات لي الطول كله الأول. إزاي؟ هتجيب الطول كله، طول المسمار ككل هيبقى 15 زائد 25 زائد 20، صح كده؟ يبقى أنت كده جبت لي الجزء الإيه؟ اللي ما بين من الراس لحد نهاية القلاوظ تماما، لحد نهاية المسمار، صح؟ اطرح منه بقى المنطقة المتقلوصة كلها اللي هي 30، هتجيب لي المنطقة اللي مش متقلوصة. يبقى 15 و25 40 و20 60، اطرح منها 30 هتديك ايه؟ الطول اللي مش متقلص. تمام كده؟ يعني الحته دي او المنطقه دي طولها 30 مللي. ماشي. طيب المنطقه اللي متقلصه انت دلوقتي هتبقى عندك ال 30 هتطرح منها 20 هتديك الحته اللي متقلوظه بس فوق ايه؟ الورده، ضيف عليها التخانه بتاعت الورده، انت كده جبت لي طول الحته المتقلوظه المشدوده في المسمار اللي هي يعني كام؟ يعني 30 ناقص 20 تديك 10، وضيف عليها 3 يعني 13. بس. خلاص؟ طبعا المسمار ده متصنع من الستيل، يبقى الاي بتاعته هتبقى اي ستيل، والاي بتاعت الجزء برضه بما انه نفس الجسم هتبقى برضه ايه؟ ستيل. سمي لي ده 1 وسمي لي ده 2 واشتغل.
السي بشكل عام زي ما اتفقنا المره اللي فاتت بتساوي اي في اي على ال. احسب لي سي 1 هتساوي ايه؟ اي 1 في اي 1 على ال 1. الاي بكام؟ مديها لك في المساله اعتقد الثانيه في الشيت كنوت. ارجع لها كده الصفحه الثانيه. اي ستي 210 في 10 اس 3 ميجا باسكال. يعني اي هتبقى 210 في 10 اس 3 ميجا باسكال. الاي الاريا القطريه او الاريا الكروس سكشن الاريا بتاعت الجزء اللي مش متقلوز هيبقى باي على 4 في 14 سكوير صح كده؟ على الطول اللي هو كام؟ 30 وتطلع الفاليو دي. سي 2 نفس الفكره هتبقى الاي نفس الخامه يعني 210 في 10 اس 3 مضروبه في القطاع الاريا. خلاص انا مش محتاج احول القطر وارجعه تاني الاريا هي اريا جاهزه فاخدها زي ما هي 125 مش عامل سكويرنج ولا حاجه واقسم على الطول اللي هو كام؟ 13. تمام احسب دي واحسب دي واطلع الفاليوز. اليونتس هتبقى ايه؟ نيوتن لكل ملي متر. نيوتن لكل ملي متر دي هتطلع بكام؟ دي هتطلع بكام؟ لو مش غلطان سي 1 هتطلع لك 2019 230.8 نيوتن لكل ملي متر. والسي 2 انا سيب دي سي 2 السي 1 هتطلع 1077566.3 دي سي 1. السي 2 هتطلع 2019 230.8 نيوتن لكل ملي. هتاخد الفاليو دي وتاخد الفاليو دي سي 1 وسي 2 تحسب بيها سي بي. هنقول 1 على سي بي تساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2. اعوض وتجيب المقلوب سي بي هتطلع بكام؟ لو انا مش غلطان في الحسبه هتطلع تقريبا 702.615 نيوتن لكل ملي متر. وده المطلوب الايه؟ الاول. واضح؟ المطلوب الثاني المطلوب الثاني قايل لي احسب لي او كالكليت the tightening torque of the joint stiffness is twice the bolt stiffness and the required residual load in joint 5000 نيوتن. وبناء عليه اداك هنا معلومتين هم هتستخدمهم ان اعتبر ان السي جي هتساوي 2 قيمه السي بي هنشوف ده هتطلع بكام. و خد الاف ار اللي هي الاف ريزيديوال او الريزيديوال لود ب 5000 نيوتن ماشي؟ طيب 2 السي بي هتطلع بكام؟ تقريبا 140000 تقريبا يعني 702.615 في 2 1405230 نيوتن لكل ملي متر. يبقى الفاليو دي هنستخدمها بالاضافه الى الفاليو دي. ماشي تمام. ما ادركش اكتر من كده. تمام خلاص اوكي. يبقى تعالى دلوقتي نمسح بقى الجزئيه بتاعت المسمار دي. ونشوف هنتصرف ازاي دلوقتي او هنعمل ايه عشان نحسب له التايتنج تورك زي ما هو عاوز. ماشي مبدئيا السي بي بس طلع بكام؟ طلع ب 702.615 نيوتن لكل ملي متر. تمام اهو ماشي. حط قدامك القوانين المطلوب التاني اهو. عايز تحسب التايتنج تورك يعني عايز تحسب او تطلع تي 1 وتي 2. تي 1 كانت بتساوي ايه كقانون؟ بتساوي اف اي مضروبه في دي مين على 2 مضروبه في تان الفا زائد ميو داش على 1 ناقص ميو داش تان الفا. ها
خلاص انت عارف كل ترم من دول يمثل ايه، مش اي مشكله. فقط الحاجه الوحيده اللي مش معاك المره دي هي مين؟ الافليشن، صح؟ طيب الدي 2 تساوي اف اي مضروبه اصلا في النيو بتاعت السيت، والكلام ده مضروب في الدي مين سيت على 2. برضه انت عارف كل ترم، فقط مش معاك مين؟ انت معاك كل الابعاد تقدر تحسب لي كل حاجه من دول باستثناء فقط مين؟ الاف اي اللي انت المره اللي فاتت في الشيت اللي فات كنا بنديها لك. تعالوا بيها بشكل مباشر تحسب تي 1 وتي 2 وتجمعهم مع بعض وتبتدي التوتال تايتنج تورك. ماشي؟ يبقى انا هنا هدفي دلوقتي ان انا اطلع قيمه الاف اي علشان احطها هنا واستخدمها في القوانين واعوض واجيب ايه؟ التوتال تايتنج تورك اللي هي تي 1 زائد تي 2 في الاخر. ماشي؟ طيب زي ما اتفقنا في اول الفيديو فالنهارده ان انا علشان اصلا اطلع الاف اي محتاج خمس حاجات، معايا كام حاجه منهم مبدئيا؟ ثلاثه اهو. اي دي ودي ودي. هو احنا حسبنا السي بي وقال لك ان السي جي ضعف السي بي 2 واداك قيمه الاف اي، ناقصك حاجتين. اف اكسترنال اللي بتاثر على المسمار اللي احنا هنجيبها زي ما عملنا في المساله الاولى، خلاص؟ مع اختلاف بس الابلكيشن، المره اللي فاتت كان فريم وباور سكرو ومسمار رابطه الفريم، المره دي المسامير رابطه كفر في سلندر. وفي فورس عاوزه تاثر ان هي تشد الكفر من مكانه لولا وجود ايه؟ المسامير. يبقى الفورس دي بتحاول ايه؟ تشد المسمار بشكل اضافي. ما هي قيمه الشد دي؟ هنحسبها. وخامس حاجه عاوز ايه؟ الاف ماكس. اف ماكس ما فيهاش مشكله، اف ماكس مسافه ما تجيب لي الاف اكسترنال هتساوي قيمه الاف اكسترنال اللي جبتها اجمع عليها قيمه الاف ار اللي هو مديها لك. فدي مسافه ما جبت لي الاف اكسترنال الاف ماكس خلصت. فكرتنا دلوقتي في ايه؟ في الاف اكسترنال. جبت لي خمس حاجات دول هنشوف هنعمل ايه عشان اطلع الاف اي بشكل مباشر. اوكي؟ طيب اف اكسترنال. دلوقتي عند سيادتك هنا ايه؟ ضغط، زيت، ميه، بخار، اي حاجه. مين اللي بيأثر هنا؟ 6 ميجا باسكال دي الماكسيمم فاليو بتاعت الضغط. حلو؟ بتحاول تزق الكفر لفوق لولا وجود المسامير الكفر كان ايه؟ قنطار، قنطار اللي فوق. ماشي، يبقى يعتبر الضغط بتاع الزيت الداخلي بيأثر على الكفر ده بفورس من تحت، فبتقدر تحسب لي قيمه هذه الفورس بكام؟ انت عارف ان الفورس او البريشر بيساوي فورس على الاريا، يبقى انا عاوز فورس معلوميه بريشر والاريا، يبقى الفورس بتساوي بريشر في اريا. يبقى الاف تساوي قيمة البريشر الماكسيمم مضروبة في الاريا اللي بيأثر عليها البريشر. طب الاريا بيأثر عليه البريشر، البريشر بيأثر على انهي اريا؟ الاريا الداخلية بتاعت الاسطوانة، صح ولا غلط؟ اللي هي القطر بتاعها كام؟ 120. يبقى البريشر ب 6 ميجا باسكال تضربوا لي في الاريا اللي بيأثر عليها الضغط ده باي على 4 مضروب في 120 سكوير، وتطلع قيمة الايه؟ الفورس. ماشي؟ طيب هتاخد قيمة الفورس وتشوف دلوقتي بقى اللي بتأثر على الكفر كام مسمار مانع من الكفر يتحرك؟ أو تعالى نقول الفورس اللي أنت طلعتها دلوقتي دي وضعها إيه؟ هي ديستريبيوتد على الكفر من تحت، ولكن الإيكوفلنت بتاعها هيكون بيأثر على إيه؟ على منتصف المساحة اللي بتأثر عليها الضغط، صح ولا غلط؟ وبالتالي يبقى أكنك بتزق في نص الكفر بالظبط من تحت، يبقى دي الأف بتاعتك المرة دي. ماشي؟ طب بالنسبه لرصه المسامير، المسامير مرصوصه ازاي؟ كدايره، دايره اهي، وفي فورس بتاثر في سي جي رصه المسامير. يبقى هنا الاف اكسترنال اللي المفترض انها هتبقى موجوده هتساوي فقط مين؟ اف ان، مفيش اف ام المره دي. يبقى لو قلنا ده العام او الشكل العام يبقى الاف ام ايكوال زيرو، فقط اف ان. طيب قيمه الاف ان بكام؟ قيمه الاف اللي بتاثر عايزه تنطر كفر لفوق اللي احنا حسبناه في الخطوه دي، وتقسم لي على كام؟ على عدد المسامير الكلي اللي هم كام؟ 10 مسامير رابطين الكفر في فلانج. الفاليو دي هتطلع بشكل مباشر بكام؟ هتطلع ب 6 7 8 5.8 6 7 8 5.8 نيوتن. بس هي دي مين؟ الاف ان، وبالتالي هي دي مين؟ الاف اكسترا 6 7 8 5.8 نيوتن. سهله. المرة دي سهلة جدا. بناء على كده يبقى خلاص عرفت الايه؟ قيمة الاف اكسترنال 6 7 8 5.8 نيوتن، ادي رابع حاجة. عارف الاف اكسترنال وعارف الاف ريزيديوال، اجمعهم لي على بعض يجيب لي الاف ماكس. احسب. الاف ماكس هتطلع بكام؟ 1 1 7 8 5.8 1 1 7 8 5
بوينت 8 نيوتن. ادي الخمس حاجات بتوعنا. هنخش نعمل بيهم لعبه دلوقتي. اتعوض في قانون يت ايه؟ يتستخدم لودنج دايجرام كده او ترسم لودنج دايجرام منه وتستنتج قيمه ايه؟ الاف اتش. فاحنا دلوقتي هنشتغل الطريقه الاصعب بس انت تبقى عارف هتتصرف فيها ازاي في التركات بتاعتها في الحوارات بتاعتها يعني واللي هي الطريقه الجرافيك كده ماشي؟ اللي هي ترتيب خطوات معينه فالتزم بيه زي ما هقول لك دلوقتي ماشي؟ طيب رقم واحد سيادتك هتعمل لي محور افقي ومحور راسي اهو ادي محور راسي وادي محور افقي. محور الافقي هيبقى هو الديفورميشن دلتا التغير في الطول دلتا ال اللي بيحصل في المسمار والمحور الراسي هي قيمه الفورس اللي بتاثر على المسمار ماشي؟ طيب لسه ما حطيتش يونتس هنشوف اليونتس دلوقتي. خطوات الاول وبعدين هنبدا نطبق بالارقام ماشي؟ اول خطوه هتعملها انك تمسك السي دي وتوقعها على الجراف ده. طيب هتوقعها ازاي؟ هتوقعها صورة خط مستقيم ميله هو السي دي ماشي؟ طيب يعني الرقم اهو هتاخده تعمله تان انفرس هتطلع بزاويه. الزاويه دي توقعها لي مع المحور بتاع الدلتا ال يبقى الحته دي تمثل السي دي او الزاويه لما عملت تان انفرس لقيمه الايه؟ السي دي ماشي؟ طيب يبقى ده خط البولت ده خط السي دي. نفس القصه هتعملها بالسي جي ولكن من ناحيه الشمال واتوقعها برضو مع المحور بتاع الدلتا ال اهو مثلا. يعني تاخد الفاليو بتاعت السي جي تعمل تان انفرس على الكالكليتر هتطلع بزاويه توقعها لي هنا خلاص هي دي مين؟ ده خط الايه؟ الجوينت. دي خطوه رقم 2 تمام؟ خطوه رقم 3 هتيجي على محور الفورس وتطلع بالقيمه بتاعت الاف ماكسيمم وتوقعها لي هنا وتتحرك بيها على الخط بتاع ايه؟ البولت لحد ما تقطع في نقطه يبقى مين دي؟ دي قيمه الاف ماكسيمم. دي خطوه رقم 3. خطوه رقم 4 انك هتنزل راسي لحد ما تقطع محور الديفليكشن او الديفورميشن او الدلتا ال وبعدين ما كان ما هتقف اطلع بقيمه الاف ريزيديوال اللي هي ب 5000. يعني انت هنا نزلت قطعت المحور الافقي وبعدين طلعت تاني بقيمه الاف ار. يعني حتى الان يبقى انت كده موقع على اكنك على الفورس اكسس اف 4. حلو؟ شايف النقطه اللي انت وقعتها؟ انت دلوقتي عندك اصبحت نقطه في الهواء كده، صح؟ هتاخد الخط بتاع السي جي موازي نفسه بالمسطره والارسطو او المسطره والمثلث لحد ما ينطبق على النقطه دي اللي احنا عملناها في الخطوه رقم 4. يبقى كده اهو بالمنظر ده. انا مش عاوز بس غير وضعه. يبقى تاخد تطبقه على النقطة بتاعت الاف ار يعتبر وتسيبه هنا. بس مده بحيث ان هو قاطع خط البولت. يبقى ده خط السي جي اتحرك بقى هنا والبولت زي ما هو. اتقطعوا في نقطة. صح؟ ودي آخر خطوة. روح اقرا النقطة دي الفورس بتاعتها بكام؟ هي دي قيمة اف ار. ماشي؟ تاني أول حاجة هوقع خط السي جي. اخد الفاليو بتاعت السي دي اعمل تاني انفرس جبت زاويه اوقعها مع محور الاكس ناحيه اليمين. نفس القصه بس من ناحيه الشمال السي جي هتاخد الفاليو بتاعت السي جي تعمل تاني انفرس هتطلع فاليو لزاويه هتوقعها لي مع الخط الافقي تاني بس من ناحيه الشمال. على خط المسمار هتطلع بقيمه اف ماكسيمم وتقاطع في نقطه. مكان ما وقف هتنزل وتطلع هتنزل لحد ما تقطع المحور الافقي وتطلع تاني بقيمه الاف ار. وقع نقطه. اصبحت نقطة في الهواء. بعد كده هتاخد السي جي موازي لنفسه من مكان موقعته اصلا هتحركه لحد ما ينطبق على النقطة اللي احنا كنا عاملينها في الهواء. مده بحيث ان هو يقطع خط المسمار، تقاطعه هو مع خط المسمار في نقطة، النقطة دي اقرا الفورس بتاعتها هي دي قيمة الاف انيش اللي احنا بندور عليها. يبقى بعد ما خلصت القصة دي هتعمل
او هتكون طلعت بقيمه الانيشال تنشن او الاف اي اللي موجوده في المسمار بكذا نيوتن. هتاخدها بقى وتكمل بيها تي 1 وتي 2 وتكمل بيها كل اللي هو عارفه. انت عارف اي ترم تاني موجود في التي 1 والتي 2 معتمد اصلا على مقاس المسمار، وده احنا عملناه بالتفصيل في الشيت اللي فات فمش هنخش فيه، ولكن ده جديد بالنسبه لك. ازاي تطلع قيمه الايه؟ الاف اي. ماشي؟ طيب. دي الطريقه الجرافيك. دي الطريقه الجرافيك. الطريقه الاناليتيك بقانون بسيط جدا، اف اي تساوي سي بي في اف ار زائد سي جي في اف ماكسيمم مقسوم على سي بي زائد سي جي. هي دي الصوره بتاعته. وممكن الدكتور يكون قال لك صوره مختلفه، انا مش عارف هو قال لك الصوره دي ولا صوره غيرها، ولكن الاثنين هيدوا لك نفس النتيجه يعني ما تقلقش. يعني دي كده كده مثبته من هي والصوره، لو الدكتور ادك صوره مختلفه هي هتبقى مثبته من الجراف ده. فهي دي الصوره انت بتستخدمها، هتعوض بكل الايه؟ الفاريبلز اللي جواها، هتطلع بشكل مباشر قيمه الاف اي بدل ما تعمل ايه؟ الطريقه الثانيه. فعلى حسب بقى ما الدكتور بلغ، زي ما بقول لك لو ادك صوره مختلفه خلاص طبعا ملتزم بيها، دي رقم واحد. لو قال لك اصلا ما تستخدمش طريقه اناليتيكال استخدم جرافيكال، او العكس استخدم اناليتيكال ما تستخدمش جرافيكال، يبقى تلتزم بالكلام ده. انا قلت لك ايه؟ الطريقتين اهو. بناء عليه طبعا هتعوض لي هنا بنفس الايه؟ الخمس حاجات. هتطلع ايه؟ قيمه الاف اي بكذا متر. ماشي؟ طيب يا رب تكون الدنيا واضحه لحد دلوقتي. تعالى بس انا عاوز ايه؟ امشي معاك شويه هنا اكني بشتغل بايدي يعني بالارقام، واحنا بنعمل الطريقه الجرافيكال تحديدا علشان هيقابلنا مشكله. ايه هي المشكله؟ بص يا باشا، زي ما اتفقت معاك سيادتك هتعمل محور افقي وراسي اهم. محور الافقي يمثلك الدلتا ال اللي بتحصل في المسمار، والمحور الافقي او الدلتا ال اللي بتحصل عموما في المسمار وفي الجوينت، والمحور الراسي هو الايه؟ قيمه الفوش. ماشي؟ ماشي. اول حاجه هتيجي تعملها ايه زي ما اتفقنا؟ السي دي. السي دي هتلاقيها ب 70 ولا 702,615 نيوتن لكل ملي متر. يعني انت محتاج الفاليو دي نيوتنز علشان تديفورم او تعمل دلتا ال، مش ده تعريف الاستيفنس؟ فورس على ايه؟ على تغير في الطول. يبقى انت محتاج قيمه الفورس دي علشان تعمل تغير في الطول، قيمته قد ايه؟ 1 ملي. تمام؟ هات الكالكوليتر واعمل تان انفرس زي ما اتفقنا ل 702,615، هتطلع لك الفاليو بتاعت الزاويه 89.99، يعني 90. يعني هتوقعها على محور الراس يعني. ماشي. لو عملت سي جي تان انفرس 140,523,089.99 يعني 90، يعني الاثنين هتلاقيهم مطبقين تقريبا. يعني انت عمرك ما تعرف تعمل لي ايه؟ واحد من 1000 ولا واحد من 10,000 درجه من محور الباي يعني. طب هتتصرف ازاي؟ تقلل سكيل الرقم ده، غير اليونت، العب في اليونت. بمعنى سي بي هتحطها قدامك بس عشان تفهم انا عاوز اقول ايه. 702,615 نيوتن لكل ملي متر. انت محتاج الفاليو دي كفورس علشان تعمل ديفورميشن 1 ملي. ماشي؟ طيب لو محتاج تعمل ديفورميشن 1 مايكرو، 1 مايكرومتر، محتاج فورس قد ايه؟ هتقسم الفاليو دي على كام؟ على 1000. يعني اكنك بتقول لي كده 702.615 نيوتن لكل مايكرو متر، صح؟ يعني انت اصبحت مش الجزء ده للملي، لا انت محتاج، سوري مش القيمه دي للملي، لا انت محتاج القيمه دي كنيوتنز عشان تعمل 1 مايكرو، 1 من 1000 ملي يعني. فكانك مسكت الفاليو دي قسمتها على 1000 عشان تكتشف ما هي قيمه اللود اللي انت محتاجها عشان تعمل 1 مايكرو متر بس. طيب لو محتاج اعمل 1 نانو متر مش 1 مايكرو متر، هتقسم تاني الفاليو دي على ايه؟ على 1000 تاني، يبقى كانك بتقولي 0.702615 نيوتن لكل نانو متر. ودي قيمة السي بي. هل هي هنا مختلفة؟ أنت فقط عملت إيه؟ تعبت في اليونت. بدل ما كنت في الأول بتقول لي أنا محتاج كذا نيوتن، رقم كبير قوي عشان أعمل ديفورميشن 1 ملي، قللته شوية عشان أعمل ديفورميشن 1 مايكرو، وقللته أكتر عشان تعمل ديفورميشن 1 نيوتن متر، نانو متر أنا آسف.
استفدت ايه؟ الرقم ده صغير لما تجيب له تاني انفوس هتلاقيها زاويه تقدر توقعها. بص كده معايا تاني انفوس بوينت 7 02 615 هتطلع ب 35.1 درجه. هتطلع بكام؟ ب 35.1 درجه. يعني تقدر ساعتها ايه؟ توقعها بمنتهى البساطه وليكن هتطلع حاجه بالمنظر ده. يبقى ده خط السي بي هنا كام يعني؟ 35.1 ديجري. واضحه؟ طب نفس القصه هلعبها برضه او هعملها، بس خلي بالك التزمت هنا بيونت، لازم تلتزم بنفس اليونت اللي ده محور مشترك ما بين الاثنين، ما بين البولت والجوينت. يبقى انت لو مثلا لقيت النيوتن لكل مايكرومتر كانت كويسه بالنسبه لك وقدرت تطلع من خلالها زاويه واضحه تقدر توقعها، يبقى لازم ساعتها غصب عنك تلتزم بالايه؟ بنفس اليونتس في السي جي. هنا انت خلاص اجبرت نفسك على واحده لانك اوريدي وقعت. نيوتن لكل نانومتر، يعني قسمت الرقم الطبيعي على 10 اس 6. هنا نفس القصة، لازم تبقى نيوتن لكل نانومتر برضه، بس يجي بنفس الأسلوب. هتساوي 1.4052.30 نيوتن لكل ملي متر، يقسموا لي على 10 أس 6، يعني ارجع للبوينت 6 ديجيتس، 1.4052.30 نيوتن لكل نانو متر. تاني انفرس الرقم ده، مفترض مش هيبقى فيه مشكلة. 1.4052.30 54.6 تقريبا، زي ما قلت لك هتوقعه مع المحور الافقي، يبقى هتلاقي نفسك تقريبا مثلا حاجه بالمنظر ده. يبقى كده 54.6 درجه، وده خط الايه؟ السي جي. يبقى هنا انت قررت المحور الافقي اليونت بتاعته نيوتن نانومتر صح؟ والمحور الراسي شوف بقى اللي يناسبك انت، شوف اللودز بتاعتك ايه، ايه 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 السكيل بتاعك. انت بتتكلم في الوفات، فممكن تخلي الاثر الكيلو نيوتن، وكل 1 سنتي على المحور الراسي هيمثل لك 1 كيلو نيوتن مثلا. ماشي، اختار السكيل المناسب انت عارف. فانت هنا مثلا عشان تتوقع مثلا الاف ار هتطلع 5 سنتي، عشان تتوقع الاف ماكسيم هتطلع 12 سنتي، فبرضه هتبقى محتاج مساحه نسبيه. ماشي، فتعالى نفترض مثلا انك طلعت، طبعا هتطلع ايه؟ هتمد الخط ده عشان انت مدرك ان خطوه رقم 3 هتمد من عند قيمه الاف ماكسيم تقطع خط البورد. فتعالى نفترض كده، الخط ده معلش عليه شويه عشان بس المساحه عندنا الصبوره، عامل كده مجازا يعني. هنا وقعنا كام زي ما اتفقنا؟ 35.1 كانت صح؟ ماشي، هتطلع وات ايفر كام يا باشا؟ دي كده تمثل لك كام كيلو نيوتن؟ عشان انا شغال سكيل على الواي اكسس كيلو نيوتن، 11.785 كيلو نيوتن، يبقى هتطلع 11 سنتي بوينت 8 تقريبا. وطف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.8 اهي، تقاطعها مع خط الايه؟ البولت. دي خطوه رقم كام؟ خطوه رقم 3. يبقى انا هنا طلعت بقيمه الاف ماكسيمم اللي هي بال 11.7 او 11.8 كيلو نيوتن، وقعتها وقطعت بيها ايه؟ خط البولت. هنزل من نقطة التقاطع لحد المحور الايه؟ الأفقي اللي هو بتاع دلتا ال، واطلع من نقطة التقاطع دي قيمة اف ريزيدوال 5000، يعني هتطلع 5 سنتي. يبقى كده 1 2 3 4 5، يبقى كأنك هتطلع لحد هنا وتقف عند قيمة الاف ار اللي هي 5000. عند النقطة دي اللي في الهواء تاخد خط سي جي موازي لنفسه، انت لازم جرافيكال تو سكيل موازي لنفسه لحد ما ينطبق على النقطة دي اهو. يبقى ده موازي لده، ده اتقطع مع ده، او خط الجويت اتقطع مع خط البوت في نقطة، قيمة هذه الفورس هي دي الاف اي اللي انا عاوزها. تو سكيل الاف اي هتطلع من كام؟ 9530 9530 اقرا دي تو سكيل، اضرب في السكيل بتاع الواي اكسس هتطلع 9530. خلص الموضوع، انا مش عايز اكتر من كده من
اللودنج ده بيتسمى اللودنج دياجرام للمسمار. ماشي؟ طيب هتاخد دي بقى تعمل بيها بعد كده زي ما اتفقنا، هتعوض بيها في تي 1 وتي 2 كل فاريبلز تي 1 وتي 2 ما عندكش فيهم مشكله لانك خلاص طلعت لي الاف اي وعارف مقاس المسمار بالظبط، هتعمل زي ما عملنا الشيت اللي فات مش اي جديد. هتطلع قيمه تي 1 هتطلع قيمه تي 2 تجمعهم على بعض طلعت لي قيمه التايتن تو. وبكده عملت لي ايه؟ المطلوب رقم ثالث. ماشي؟ يبقى هتاخد الاف اي هتطلع بيها تي 1 ببقيه المعلومات كمان وتطلع بيها تي 2 تجمعهم على بعض طلعت لي ايه؟ التوتال تايتنج تورك وادي مطلوب رقم 2. ماشي؟ بديه كده شوف مطلوب رقم 2. ماشي؟ يبقى كانت بدايتي ان انا اجهز الخمس حاجات اخش بيها طريقه جرافيكال او اخش بيها اقعد بيها في قانون واطلع اف اي واقعد في تي 1 وتي 2 اجمع طلعت لي التوتال تايتنج تورك مطلوب رقم 2. طيب مطلوب رقم 3. مطلوب رقم 3 بيقول لك هات لي دي اسامبلي اند وركينج ستريسز ان ذا بولت. ماشي خلاص القصه بتاعت السلندر والكلام ده ما فادتنيش في حاجه غير لو لاحظت غير ايه؟ الاف اكسترنال. يبقى خلاص طلع دماغك من الحوار ده مش عايزين حاجه تاني. واللي انت اصلا كنت عاوزه علشان تطلع ايه؟ قيمه الاف اي. يبقى الموضوع من هنا اصبح سيستماتيك وهيقلب شغل الشيت اللي فات مش اي جديد. تمام؟ طيب هفكرك سريعا ايه هي الاسترسز اللي موجوده؟ ساعه الربط، ساعه الاسامبلي، وساعه الشغل. يبقى مطلوب رقم 3 احسب لي الاسامبلي والوركينج ستريسز. ساعه الاسامبلي ايه هي نوع الاستريسز؟ انت المسمار كمسمار متعرض لشد، ساعه الربط انت بتوقف ربط لحد الانيشال تنشن الشد المبدئي. يبقى هيبقى عندك سيجما هتساوي اف اي على الاريا كور بتاعت المسمار. اف اي اللي انا طلعتها من الخطوه اللي فاتت من الرسم او من القانون اقسم على الاريا كور بتاعت المسمار. الاف اي اللي هي كانت 9.530 مقسومه على الاريا كور اللي احنا استنتجناه من شويه من الجدول 125 وتطلع الفاليو دي كذا ميجا باسكال. واضح؟ دي السيجما اللي موجوده ساعه الاسامبلي. طيب التاو اللي موجوده ساعه الاسامبلي وانت بتربط، مش انت بتربط بتوتال تايتنج تورك؟ اه. تي 1 كنت بتتغلب بيها او انت بتحطها عشان تتغلب بيها على احتكاك اللبس ما بين اسنان المسمار واسنان الصامولة. ودي 2 بتحطها عشان تتغلب بيها على احتكاك الموجود ما بين الصاموله والورده. طيب المسمار حاسس بمين في دول؟ تي 1 زي ما انت فاكر. يبقى التاو اللي بيتعرض ليها المسمار ساعه الربط تي ار على جي، او قلنا او اختصرناها ل 16 تي 1 على باي دي كور تكريب. واضح؟ ماشي. التي 1 اللي انت حسبتها لي في الخطوه اللي فاتت هتاخدها وتعوض بيها على باي دي كور تكريب. طبعا دي كور دي انت اوريدي لازم تكون كنت حاسبها علشان تحسب الدي مين في التي 1، فاكر؟ دي كور هتجيبها ازاي؟ انت عارف ان الاريا كور بتساوي باي دي سكوير على 4، يبقى كانك بتقول لي اي كور تضربها لي في 4 وتقسم على باي وتاخد السكوير روت، طلعت لي من هنا قيمه الايه؟ الدي كور، حطه لي هنا جبت لي قيمه التاو للميجا باسكال. ماشي؟ يعني الخطوه دي انت المفروض اصلا كنت عاملها من شويه على اساس انك حسبت التي 1. ساعه الاسامبلي خلاص اهي هتحسب ايه؟ الكومباين ستريس او الماكسيمم تاو او تاو ماكسيمم هتساوي سيجما على 2 سكوير زائد تاو سكوير الكلام ده كله تحت الجسر وتطلع الفاليو بالميجا باسكال. ساعه الوركينج طبعا المسمار اتربط وبالتالي خلاص انت ما بقتش تعمل ابلكيشن لتي 1 ولا تي 2 صح؟ يبقى ما بقاش في تي 1 ولا تي 2 ما بقاش في تور خالص. ولكن الفورس اللي هيحس بيها المسمار نتيجه انك شغلت، نتيجه انك عرضت الاسطوانه من جوه ل 6 ميجا باسكال وبالتالي الكفر
عاوز يتحرك لفوق، منع ده وجود المسامير، يبقى المسمار اتشد بشكل اضافي من اف اي الى اف ماكس، نتيجه وجود ايه؟ الضغط. اف ماكسيمم هي اللي هتتسبب في وجود سيجما، يبقى سيجما فقط موجوده نتيجه وجود اف ماكسيمم، وهتبقى بكام؟ اف ماكسيمم على اريا كور. اف ماكسيمم اللي احنا حسبناها من شويه كانت 11000، 11 7 8 5.8 على الاريا كور برضو اللي هي 125 ملم سكوير. عوض جبت لي الفاليو دي بالميجا باسكال، مفيش تاو، تاو ماكسيمم هتساوي كام؟ سيجما على 2 مباشره، وتطلع الفاليو بالايه؟ بالميجا باسكال. شوف مين فيهم انا اسف الاكبر، وهي دي اللي بناء عليهم ايه؟ هتستخدم او هتستخدمها علشان تطلع البيت لو هو سالك بعد كده. ماشي؟ يبقى دي نهايه ايه؟ خطوه رقم 3. في الخطوه رقم 4 بيقول لك شوز سيوتبل جريد فور ذا ثرو بولت يوزنج ا سيفتي فاكتور. يبقى دي خطوه رقم 4 ايه؟ اول حاجه سيلكت جريد للمسمار. طبعا عند سيادتك المفترض الجدول ده كله متاح اللي هو صفحه 3 باستثناء طبعا لو قال لك حاجه ثانيه هنشوف. فدي سيلكت جريد، امتى؟ معاك ال N او سيفتي فاكتور المطلوب هيبقى ب 2. نوينج ذات انت متاح بالنسبه لك اهو الافيلبل جريدز فقط 3.6 و 5.6 بس. ماشي؟ 3.6 ده يديك سيجما اي بتساوي 3 في 6 قلنا 18 في 10 180 ميجا باسكال، و5 في 6 يديك كام؟ 5 في 6 ب 30 في 10 300 ميجا باسكال. هتشوف التاو ماكسيمم اللي طلعت لك اكبر في خطوه رقم 3 اللي هتاخدها وتختار السيجما ييلد الاكبر منها، ويبقى هو ده الجريد الايه؟ اللي انت اختارته او عملت له سيلكشن للايه؟ للمسمار نفسه. واضحه؟ بس كده هي دي ايه الفكره، يعني نفس الخطوات اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات، الجديد بس المره دي ان احنا حسبنا الاف اي. زي ما قلت لك عندك طريقتين، اما انك تستخدم الطريقه جرافيكال يعني اللودنج جرام زي ما قلنا، وهي الازمه اللي هتقابلك حته ان انت تعمل تاني انفرس للفاليو بتاعت السي بي والسي جي، هتقابلك ايه؟ مشكله ان انت مش هتعرف توقع الزمن اللي هيطلع تسين تقريبا يعني. حلها ايه؟ انك تقلل شويه السكيل او تقلل الكونتر الرقم ده بانك تخلي اليونت بدل ما هي نيوتن لمليمتر، نيوتن لحاجه اقل من المليمتر، مايكرو او نانو على حسب القيم اللي معاك، بحيث ان انت تقدر تعمل تاني انفرس تطلع زاويه تقدر ايه؟ توقع. ماشي؟ الفكره كلها في الحركه دي انك انت عملت ايه؟ كانك عملت زوم على ايه؟ او 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 عملت ستريتش، سوري عملت ستريتش للمحور الافقي بتاع دلتا ال، فمعنى انك عملت ستريتش فالخط اللي كان راسي بقى عامل كده. مالي؟ بقى بزاويه تقدر انت ايه؟ توقعها. واضح؟ ماشي. فدي مساله رقم كام؟ مساله رقم ثالثه، مفيش اي مشكله. طيب مساله رقم 2 نفس الفكره تقريبا بنفس المطاريب. الاختلاف في طريقه حسابك للايه؟ لل اف اكسترنال. ماشي؟ فتعالى ايه؟ نعملها سريعا. يعني انا هكتفي هنا في المساله دي ان انا فقط هحسب لك الاف اكسترنال، وتكمل انت بنفس اسلوب الخطوات بالظبط بتاع مساله 2 والشيت اللي فات اصلا. مفيش جديد يعني. ويبقى كده الموضوع انتهى. تعال نشوف الاف اكسترنال في المساله دي. طيب القصة عندك حيطة ايه؟ وعندك براكت مربوط في الحيطة. ده البراكت ودي الحيطة. ماشي؟ وسيادتك اهو بتأثر بفورس من نقطة ما على البراكت بقيمة 10000 نيوتن.
جميل. طيب عندك كم صف مسمار المره دي؟ 3. ادي صف 2 3 ومديك الابعاد كلها. من بداية الحيطة لغاية بداية البراكت من تحت 50، من تحت خالص من بداية الحيطة لأول صف 250، الصف اللي بعده 450، والصف الثالث من تحت خالص برضه من بداية الحيطة 650، والحيطة ككل وده برضه مكان اللاين اوف اكشن بتاعة الفوس اهي على استقامتها يعني من تحت خالص بكام؟ 750. كل ده بالمنيو. يا رب الحته دي واضحه عندك في الفيديو، ولكن احنا نطقنا كمان ماشي. فالرسم عندك في الشيت يعني مش قصه. طيب وعندك النقطه اللي بتاثر فيها الفوس من نهايه البراكت اهي دي، البعد ده بيقولك بكام؟ ب 450 ملم ماشي. تمام. وعامل زوم هنا على الصف ده وسموه لك دي، ورسم اللي ثبوت سريع يعني. ماشي تمام. وده يعتبر برضه ايه؟ المسمار ده انت عارف تعرف تتعامل معاه ازاي؟ تحسب له السي بي او السي جي يعني. ماشي. قايل لك النقطة اللي احنا استخدمنا منها جزء في المسألة التالتة اللي هي الاي ستيل ب 210 ب 10 3 ميجا باسكال. تعالى نروح لفوق الأول. ذا شون براكت از فاستن تو ذا وول باي 6 تاب بول. 6 يعني أنت عارف إن في ثلاث صفوف يبقى كل صف فيه برضه ايه؟ مسمارين. والمسمار المستخدم ام 12 في 1.5 ونوعهم تاب، وده واضح طبعا من ايه؟ من الرسمه دي. حتى لو ما قاليش يعني. ماشي. The bolts are arranged in 3 rows، 2 bolts per row، يبقى زي ما اتفقنا اهو او زي ما واضحه. صف 2 3 كل صف فيه مسمارين ورا بعض. And the grade of the bolts، الجريد المستخدم للمسمار 3.6، تستنتج من هنا السيجما يدي كام؟ 3 في 6 في 10. The bracket is subjected to horizontal force of 10,000 نيوتن اهي. At point A. النقطة بتاعة تأثير الفورس اسمها ايه؟ تمام؟ نوت الـ E بتاعة الستيل اديها لك، المعامل الاحتكاك اللي هي ميو ستيل على الستيل اديها لك 0.2، وبيقول لك إن joint stiffness is twice the bolt stiffness برضه. فدي معلومة كمان جبنا اهي، إن السي جي تساوي 2 السي بي. Calculate the external load. أو the external tensile load per bolt joint وسمها لك F. ماشي. طيب الفرصة اللي بتأثر بالنسبة لك اللي هي اسمها F زي في المسألة الأولى هي مين؟ هي الـ 10,000. تمام؟ طيب المسامير واضح قوي إن الرصة بتاعتها تحت اللود. تمام؟ والمسامير دول عباره عن ايه؟ لو اسقطناهم شمال هتلاقي اكن الصف الاول عباره عن مسمارين، الصف الثاني مسمارين، الصف الثالث مسمارين، راسم انت ايه هنا؟ مستطيل. سي جي المستطيل ده هو في النص. طب النص ده فين هنا؟ لو قدرت تحدد يعتبر ما بين المسمارين دول، صح ولا غلط؟ هنا. يبقى سي جي في منطقه ما على الخط ده، ماشي.
والفورس بتاثر من فوق مش بتاثر من عند السي جي صح؟ وبالتالي يبقى ساعتها لازم هيكون في اف ام مومنت. يبقى الاف اكسترنال القانون العام كان بيقول ان هي اف ام زائد اف ام مبدئيا الفورس مش بتاثر من السي جي يبقى في اف ام دي معايا هندور عليها. اف ان امتى تبقى موجوده؟ لو الفورس اللي بتاثر على الفريم او على البراكت عاوزه تشد البراكت في مكان ما واللي منع الحركه هي المسمار يبقى ساعتها في اف ان. بكام؟ قيمه الفورس على عدد المسامير الكلي. يبقى واضح برضو ان من الرسمه دي الكونفجريشن ده باتجاه الفورس دي ان في ايه؟ اف ان. هات واحده واحده. اف ان الاول تساوي قيمه الفورس اللي بتاثر التوتال على عدد المسامير الكلي اللي هم بالنسبه لي كام؟ 6 10000 على 6 وتطلع قيمه الايه؟ النيوتن الفورس. ده اول جزء من الاف اكسترنال اللي بتاثر على المسمار. ماشي؟ تاني حاجه نروح نشتغل للاف ام. القانون كان بيقول ايه؟ اف اف ال تساوي اف ام على ال هحط سبسكريبت دلوقتي في ان 1 ال 1 سكواد عندك كام صف؟ 3 يبقى تحط 3 كلمات هنا جوه الكورس زائد ان 2 ال 2 سكواد زائد ان 3 ال 3 سكواد واقفل الكورس. ماشي؟ طيب اف 10000 ال بعدها عن نقطه بعد الفورس عن نقطه الدوران اللي الفريم ده هيحب يلف حواليها او البراكت ده يحب يلف حواليها. تفتكر انت تحت تاثير الفورس دي لما ده يحب يلف هيلف ازاي؟ طبعا رقم واحد هو هيحب يتحرك يمين صح؟ واللي منع الحركه يمين المسامير هي دي ايه؟ اف ان اللي احنا حسبناه اوريدي. تاني حاجه هتحصل له ان هو عاوز يلف، طب هيلف ازاي يا باشا؟ هيلف كده صح؟ يعني معنى الكلام كده لو جيت اخترت له نقطه ان انت بتلف حواليها هي مين؟ نهايه البراكت من تحت هي دي نقطه الاو بتاعتك. واضح؟ تقدر تحسبها؟ او تحسب بعدها يعني عن الفورس 750 لحد بدايه الحيطه من تحت بس لحد الاو هتطرح 50 يبقى بعد الفورس لحد الاو هي تبقى عباره عن 750 وتطلع 50 يعني كام؟ 700. يبقى الاف ب 10000 مضروبه في ال اللي هي بكام؟ ب 700 مللي. ماشي خلاص احنا قررنا في نقطه الاو او نقطه الدوران اللي هنلف حواليها اهي. مين ابعد صف عن نقطه الدوران؟ ده ولا ده ولا ده؟ تعال نسميهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ هتلاقي ان هو مين؟ ثلاثه ابعد واحد فوق. يبقى هنا هتبقى اف ام 3 على ال 3. تمام؟ اف ام 3 هي دي اللي انا بدور عليها. دي اكبر قيمه فورس في ايه؟ في الست مسامير اللي هم هيكون في المسمارين اللي في الصف الثالث اللي فوق خالص. ال 3 بكام؟ خلي بالك انت بتقيس من نهايه الحيطه من تحت. كل مره هتطرح 50 لان انت عاوز بعدها او بعد المسمار عن نقطه الاو. مظبوط؟ يبقى هي الصف الثالث يبعد من بدايه الحيطه من تحت 650 بس من الاو هتطرح 50 كمان يعني 600. يبقى على 600 في ان 1 عدد المسامير في الصف الاول 2 مطلوب فيه ال 1 250 صح كده؟ ماينس 50 يعني 200 سكواد زائد ان 2 مسمارين في ال 2 450 تطرح 50 يعني 400 سكواد زائد ان 3 2 مسمارين ده عدد المسامير في ال 3 اللي احنا ايه؟ استنتجناها في الاول 600 اهي. النوم وحيد اسمه ايه؟ اف ام 3 هتطلعها هتاخد الفاليو دي وتاخد الفاليو دي تجمعهم على بعض هتطلع ايه؟ قيمة الاف اكسترنال اللي حاسس بيها ايه؟ المسمار وده المطلوب التاني او الاول سوري ده مطلوب ايه؟ ماشي تمام بس كده. بي if the external tensile load per bolt is 3000 نيوتن بي
وداك القفل اكسترنال بشكل اضافي قال لك ان هي ب 3000 نيوتن على اساس يعني انك انت ما تعتمدش على الرقم اللي انت طلعته من هنا ان كيس ان هو غلط يعني انت اوريدي خلاص طلعته هنا ده كان مطلوب اول مطلوب تاني اداهولك استخدمه عادي عادي الحركه دي يعني فيبدا اكسترنال تنسايد لو تنسايد لو بير بولت جوينت اف بتساوي 3000 نيوتن ان ماكسيمم الاود لود بير بولت 6000 نيوتن يعني الاف ماكسيمم تساوي 6000 نيوتن كاتلين التوتال تايم هاتي ماشي طيب انت علشان تحسب التوتال تايم تور محتاج تي 1 و 2 تي 1 و 2 معتمد على حاجتين اف اي وابعاد هجيبها من معلومه المسمار او مواصفه المسمار طيب الاف اي عشان اجيبها محتاج اف اكسترنال واربع حاجات تانية صح؟ ماشي اف اكسترنال اهي والاربع حاجات التانيين هقول اول حاجه سي بي وسي جي ماشي اف اكسترنال هتاخد منها نسبه تبقى هي الاف ار وهتجمعهم على بعض هي الاف ماكس ماشي طب يبقى رقم واحد سيادتك مطلوب مديك طبعا ابعاد هنا على المسمار ده سيادتك مطلوب تروح تحسب السي بي بيز على المسمار اللي هو مديلك الابعاد بتاعته قايل لك معلومه ان السي جي تساوي ضعف السي بي هتحسبها يبقى انا كده جبت حاجتين سي بي وسي جي تمام يبقى مبدئيا تقدر تتوقع الخطين حلو الاف ماكسيمم دي تالت خطوه معاك 6000 طب الاف ريزيديوال هتاخدها كنسبه من الاف اكسترنال اللي هو اديها لك برضه لا لان هو انت عارف ان الاف ماكسيمم عباره عن ايه؟ الاف ماكسيمم عباره عن اف اكسترنال زائد اف ريزيديوال فاف ماكسيمم ناقص اف اكسترنال هي ريزيديوال يعني كام يعني الاف ريزيديوال؟ مش محتاج تقول لي هي النسبه بكام؟ ده ناقص ده ب 3000 صح ولا غلطان؟ يبقى انت كده اعتبر بعد ما حسبت السي بي واستخدمت معلومه ان السي جي ضعف السي بي كده انت جبت لي خمس حاجات ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه واضح؟ بس هتشتغل بالطريقه الجرافيكال زي ما قلنا او بالقانون بشكل مباشر هتطلع مين؟ الاف اي هتاخد الاف اي تعوض بيها هي وبقيه الفاريبلز في تي 1 وتي 2 تجمعهم على بعض قلت لي ايه؟ التوتال تايتنج نفس الاسلوب القديم. كالكليت ذا اسامبلي اند وركينج ستريسز انديوست ان ذا بولت كروس سكشن زي المساله الثلاثه اللي احنا حليناها من شويه. الاسامبلي برضه المسمار حاسس بايه وقت الاسامبلي؟ ايا كان بقى هو تاب ولا ثرو حاسس بحاجتين. ساعه الاسامبلي حاسس بحاجتين. حاسس بتي واحد يعني 16 تي واحد على باي دي تكعيب كور تكعيب دي التاو وحاسس باف انيشال دي اللي هي السيجما. جميل. ساعة الوركينج حاسس بايه؟ بشد اضافي اللي هي مين؟ الاف ماكس اللي هي بالنسبه لي هتبقى مين؟ 6000 يعني سيجما بتساوي الفورس اللي هي الاف ماكسيمم على اللي هي كور اللي انت هتروح تشوفها في الجدول بيزد على ام 12 في هارد تمام؟ بس تحسب الاستريسز دي وتكمل طب بيقول لك هتلين سيفتي فاكتور ديورنج دي اسامبلي اند وركينج كونديشن سيادتك رحت هنا حسبت تاو ماكسيمم في حاله الايه؟ الاسامبلي بيزد على سيجما فورس انيشال او اف اي على اريا كور وتاو بتساوي 16 تي 1 على واي دي كور تكعيب فهنا طلعت لي تاو ماكسيمم في حاله الاسامبلي والتاو ماكسيمم في حاله الوركينج هتساوي سيجما على الاثنين حيث ان السيجما بتساوي اف ماكسيمم على الاريا كور صح كده؟ طلعت تاو ماكسيمم هنا وتاو ماكسيمم هنا ماشي المفترض انت عارف الجريد بتاع المسمار اللي هو مين؟ هقول لك في البدايه 3.6 نكتب الحته دي بالخطوات ماشي اخر حاجه وقفنا عندها ان في مطلوب سي ان انت حسبت الاسامبلي والوركينج ستريس ماشي في مطلوب دي بيقول لك هات لي ايه السيفتي فاكتورز في حاله الاسامبلي وفي حاله الايه؟ الوركينج يبقى في حاله الاسامبلي زي ما اتفقنا هتطلع تاو ماكسيم اللي هتبقى مبنيه على السيجما على التاو زي ما قلنا ساعه الاسامبلي ماشي بقيمه كذا ميجا باسكال وساعه الوركينج نفس القصه تبقى مبنيه فقط على سيجما لو انت فاكر احنا برضه سالنا دلوقتي فالتاو ماكسيم هتطلعها اللي هي سيجما على الاثنين يعني ساعه الوركينج وكذا ميجا باسكال معاك الارقام هات لي سيفتي فاكتور بكام؟ التاو ماكسيم مفترض في النظريه الثانيه ماكسيم شيرنج ستريس ثيوري
لا تتعدى كام؟ التوأم اللوبي اللي هي السيجما ييلد على 2 ان. ودي نفس القصه. فانا عاوز السيفتي فاكتور في الحالتين دول. طب السيجما ييلد معاك؟ اه انت معاك جريد، مش جريد 3.6. يعني السيجما ييلد بكام؟ 3 في 6 في 10 يعني كام؟ 180. والان انو هتجيبها. ده كده الوركينج سيفتي فاكتور او اللي سميها ايه؟ سيفتي فاكتور ساعه الاسامبلي. سيجما ييلد نفس السيجما ييلد المستخدمه فوق، هي اللي مستخدمه تحت من نفس الجريد يعني، واطلع هنا الايه؟ الان قانون، واطلع القيمه بتاعت السيفتي فاكتور في حالتين بس. ده كده مطلوب دي. ماشي يا جماعه، بس كده كده الموضوع خلص، مفيش اي مشكله ان شاء الله، واتمنى ما يكونش في اي مشكله. واشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين طبعا. السلام عليكم.